أهم شيء، يعني مو بأنه يلا خلاص، يعني ما لا تحطون الغلط بس على أهل المعرس. المفروض مو أهل المعرس هم لازم بداية يكون صادقين. يعني تحبي أنا أتي أتقدم لبنتك، لابني مثلا، وعارف ابني صايع ضايع لا قيمة له، وأقول والله ابني الحمد لله بصلي الفجر وما شاء الله عليه، وما ترضى أكذب عليكي؟ لا طبعا، زين، فالأمانة هذه زواج. هي هل أنا أقوله اللي أقوله أن المفروض أن أبو البنية يتقصى ويسأل زين، يعني ياخذ فرصة للتفكير، فرصة للاختيار. مو بعد أختي أعلم الناس بالشاب هم أهله، صح؟ يعني إحنا أبنائنا مع الناس وكذا ربما يسترون يعني بين بعض وكذا، لكن الأم أعلم الناس بابنها. معقول الأم عندها تضحي ببنات الناس إذا ابنها مجنون وطايش؟ والله الشيخ يعني أنت بسألك سؤال أم محمد، تفضل. طول بعمرك، أنت ما تعرفي ابنك الصالح من الطالح؟ لا أعرفه، هي زين. فأنت يوم تزوجين، لو أنت مثلا ابنك تقدم لبنتي وقلت لك يا محمد تراه بنتك، أنت تشوفي ابنك يصلح للزواج؟ شو بتقولي؟ هي هذه النقطة الثانية، لأن سبحانه يعني من يتقي الله يجعل له مخرجة. نعم، لازم 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 أم المعرفة تكون صريحة وواضحة، لا تخبي شيء. وأصلا من الأساس لا تتقدم، يوم إذنها ولدها ضايع وضايع لا تتقدم. نقول لك مو عندنا قاعدة عند العرب زوجوه بعقل. لا 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 لا، هذا مبدأ غلط. بس على فكرة يعني بس أم محمد، أنا في المنطقة الرمادية، بس ربما فعلا يعقل، صح ولا لا؟ لا يعني في رسالة الآن، في رسالة أنا مالي، أنا في المنطقة الرمادية، في رسالة تقول أنا أكثر شخص كنت أعمل مشاكل، بعد ما تزوجت ولد، بعد ما تزوجت وجاني ولدين تغيرت. يعني هذه بعد رسالة، بس يعني بعد ولدين يعني 4 سنين والله مصيبة هذه. لا ما بضحي ببنتي. أيوة ما أضحي ببنتي، وإذا ما عقل مصيبة، والمصيبة يقول لك بعد الله ما هداني. هذا في بيت أهله، خلي أيوة. أمه تم تدعي له لما يهتدي يتفضل. إيه إيه صح. هذا أما زوجو يعقل، لا لا لا، هذا مبدأ مرفوض، جدا مرفوض، ما في مخافة الله سبحانه وتعالى. نعم، ومشكور مشكور الله يطول لي بعمرك، خليتوا لي فرصة إني أشارك. لا بالعكس، لنا الشرف، الله يحفظك. نعم نعم، من معي؟